مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة ومواضيع منوعة نتابعها معا من خلال برنامج سيدتي. طبعا في فقرتنا الأولى راح نتحدث عن إتيكيت المعايدات والزيارات في عيد الأضحى، أما في فقرتنا الثانية راح نتعرف على طرق عصرية لتزيين الموائد في العيد. لكن في البداية خلوني أمسي على زميلاتي في الرياض وجدة وأنتقل إلى خلود لتعرفنا على فقراتها. مساء الخير خلود. يسعد مساكي ومسا كل من تابعنا عبر شاشتنا شاشة روتانا خليجية، حياكم الله بهذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي. مشاهدي الكرام، احنا مستمرين في حديثنا عن الحج من هنا من جدة. اليوم حنتكلم في كيفية استثمار الحج بالتعريف بثقافات. كمان عندي فقرة ثانية حنتكلم من خلالها على سر الارتياح النفسي لدى الحاج رغم المتاعب الجسدية، وطبعا تقبل الله كل الحجاج بإذن الله. طبعا هذا بالإضافة لغيري من الفقرات المنوعة المختلفة اللي متناولها في استوديوهاتنا، لكن أذهب الآن وسريعا وأمسي على زميلتي العزيزة بالرياض. يسعد مساكي. يا مساء الخير يا خلود ليكي والمشاهدين الكرام كل متابعي سيدتي في كل مكان. طبعا فقراتكم اكيد رائعه ومتنوعه، وبالنسبه لنا من الرياض ايضا موضوعنا له علاقه بالحج، حيث بنتكلم مشاهدينا من خلاله عن التغذيه الخاصه بالحجاج، وايضا من خلالها نتناقش طبعا باهم المواد الاساسيه الغذائيه اللي يفترض يعتمد عليها الحاج مشاهدينا. طبعا اضافه هذا مشاهدينا الى العديد عفوا من الفقرات الجميله والمتنوعه دائما في سيدتي، لكن نرجع الى فرح بابو ظبي، المسي عليها وعلى الجميع بالخير ونبدا سيدتي لليوم. مساء الخير يا فرح. يا مساء الأنوار يا رنيم، شكرا لك. طبعا مشاهدينا قبل أن نبدأ نذكركم بمتابعة حلقات البرنامج عبر زيارة صفحة البرنامج على اليوتيوب الظاهرة أمامكم على الشاشة، وطبعا لا تنسوا التفاعل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على تويتر وإنستغرام. أما الحين خلينا ناخذكم في جولة سريعة على عناوين حلقة سيدتي لليوم. في سيدتي اليوم كيف نصدر ثقافتنا لكل أرجاء العالم من خلال الحج، إتيكيت المعايدات والزيارات في عيد الأضحى، أضرار تناول اللحوم الحمراء بكثرة في الأعياد، تأثير بيئة المشاعر المقدسة على نفوس الحجاج، كيف تنسقين الورود والشوكولا لاحتفالات العيد المبارك، عيادة أسنان تتكفل بمعالجة 50 يتيما على نفقتها الخاصة. مشاهدينا هذه كانت أبرز عناوين حلقتنا لليوم، نتابع مع جولة على أبرز الأخبار تطلعنا عليها زميلتي رنيم. إليك رنيم. شكرا لك يا فرح. وفعليا مشاهدينا إذن الآن مع جولة بأهم الأخبار الصادرة في الصحف السعودية. خبرنا الأول بعنوان الداخلية السعودية تتعهد بملاحقة متعمدي نشر الفيروسات المعدية في الحج. في التفاصيل، تتخذ وزارة الداخلية السعودية إضافة إلى الدور الأمني الذي تقوم به كافة التدابير لملاحقة كل من يحاول نشر أي فيروسات وبائية في موسم الحج. كما ترصد إدارة الخدمات الطبية في وزارة الداخلية كل من تسول له نفسه لنشر مثل هذه الأمراض بين الحجاج الذين تعمل جميع القطاعات في البلاد على خدمتهم ورعايتهم. إذا مشاهدينا يعني سبحان الله بعض الأشخاص ممكن يكون مصاب بمرض لكن ما أجرى التحليلات الكافية، أو يعني ظهرت النتيجة بأنه سليم ممكن يعدي من غير قصد، لكن البعض سبحان الله يتعمد، ممكن عنده اعتقاد بأن إذا زار الأراضي المقدسة ممكن أن سبحان الله يجي الشفاء، لكن وبعضهم أيضا طبعا تكون سبحان الله نوايا أن ينشر المرض ربما استهانة به أو غيره. عموما مشاهدينا طبعا نشكر كل الجهات المسؤولة على حرصها، فعلا في تكاتف، يعني الموضوع عبارة عن ما يشبه خلية النحل، الكل متكاتف في خدمة الحجاج، وإن هذا الموسم بإذنه تعالى يكون موسم مثل ما ذكرنا ونذكر دائما متميز مثل السنة الماضية. مشاهدينا إلى الخبر الثاني بعنوان أمانة الرياض تطلق موقعا إلكترونيا للأضاحي. في التفاصيل، سعي منها لتقديم أفضل الخدمات، أطلقت أمانة منطقة الرياض الموقع الرسمي للبرنامج الموسمي للأضاحي والذي يهدف إلى تسهيل وتيسير الحصول على الخدمات البلدية. وأوضحت الأمانة أن الموقع الإلكتروني للبرنامج الموسمي للأضاحي يشمل صفحة تعريفية عن أسواق الماشية وخرائط الوصول لأسواق الماشية الرئيسية الثلاث، إضافة إلى تحديد المواقع المؤقتة لبيع الأغنام، كما تشمل خرائط الوصول على 14 موقعا مؤقتا وصفحة
تعريفية عن المسالخ الأهلية، كما طورت تطبيقا خاصا على الأجهزة الذكية بمسمى البرنامج الموسمي للأضاحي، ويشمل التطبيق الخدمات الموجودة في الموقع الإلكتروني والمتمثلة في مؤشر أسعار الأضاحي وخرائط الوصول الدائمة والمؤقتة لبيع الأغنام وخرائط الوصول للمسالخ الأهلية المعتمدة وقائمة بالمطابخ المصرح لها. إذا مشاهدينا هذا الخبر الثاني، يعني كان في خبر أيضا متعلق بالأضاحي من يومين تقريبا، يؤكد مشاهدينا أن العملية الذبح يفترض تكون طبعا الذبيحة يفترض يكون لها مواصفات، أن تذبح أيضا بواحد من المسالخ أو المذابح المعتمدة، أن لا يكون طبعا هذا الذبح عشوائي. سبب أساسي مشاهدينا لهذا التدقيق هو منع بعض الأمراض، بعض الفيروسات ما تموت حتى إذا كانت عملية الطهي تحت حرارة مرتفعة، فطبعا أيضا نشكرهم على هذا الحرص. خبرنا الثالث مشاهدينا بعنوان صحة الطائف تطلق حملة توعوية للحجاج ضد التدخين. في تفاصيل الخبر، بدأت عيادة مكافحة التدخين في الطائف التابعة للشؤون الصحية وبالتعاون مع برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة، بدأت حملة توعوية تستهدف حجاج بيت الله الحرام من خلال توزيع نشرات وهدايا وحقائب تحتوي على مطبوعات وإرشادات لمساعدة الحجاج المدخنين في الامتناع عن ممارسة التدخين في المشاعر المقدسة في موسم حج هذا العام. وذكر الناطق الإعلامي في صحة الطائف سراج الحميدان، ذكر أن الفرقة استهدفت مطار الطائف الإقليمي وميقات قرن ذي المنازل وميقات وادي محرم، بالإضافة إلى 20 حملة من حملات الحج ومحلات بيع مستلزمات الحج والعمرة واستغلال موسم الحج في التوقف عنها نهائيا والتقرب إلى الله بالطاعة والعبادة. إذا مشاهدينا الآن إلى الخبر الرابع، وهو بعنوان 50% حد أقصى للخصم من الراتب وشروط العمل 9 ساعات راحة يومية للعمالة المنزلية. في تفاصيل الخبر مشاهدينا، أكدت وزارة العمل على حق العمالة المنزلية في الحصول على 9 ساعات راحة يومية، وأوضحت في تقرير لها أنه لا يجوز الحسم من راتب العمالة المنزلية إلا في 3 حالات، منها دفع تكاليف ما أتلفته عمدا أو إهمالا أو مقابل سلفة حصلت عليها أو تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضدها، مؤكدة أن الحسم لا ينبغي أن يتجاوز 50% من الراتب. وأشارت الوزارة إلى أن مدة تجربة العمالة لا تزيد على 90 يوما يتم خلالها التأكد من الكفاءة المهنية وسلامة السلوك الشخصي. هذا ولفتت الوزارة إلى أهمية أن يوضح العقد الموقع بين الطرفين نوع العمل والأجر ومدة التجربة والعقد وكيفية تمديده، ويمكن إنهاء العقد أثناء فترة التجربة بدون أدنى مسؤولية على صاحب العمل، ويلتزم صاحب العمل بسداد قيمة التذكرة حال عودة العامل إلى بلاده بانتهاء العقد أو الاتفاق بين الطرفين، ويدفع الراتب للعامل في نهاية كل شهر هجري ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. إذا أيضا مشاهدينا، يعني خلال الفترة هذه هناك مجهود طبعا واضح من قبل وزارة العمل لتنظيم سوق العمالة تحديدا الوافدة. هذا الموضوع كان فيه عدد كبير من المشاكل، تحديدا ان الامور غير واضحه ما بين، يعني ما في حفظ لحقوق الشخص المستخدم او حفظ لحقوق الخادمه او العامله بشكل عام. بالاصح يعني طبعا الحالات كثيره كانت اذا هربت الخادمه ما لا يوجد لها حل، على الاقل الان هناك تنظيم يوضح كل شخص اللي له واللي عليه، فان شاء الله طبعا تطبق هذه القوانين ويكون هناك رقابه على جميع الاطراف. الى الخبر الخامس مشاهدينا، وهو بعنوان ينتظر دخوله موسوعة جينيس، سعودي مشلول ابتكر الرسم بالرأس يدهش وسائل الإعلام في الإمارات. في التفاصيل، أدهشت مهارة الفنان التشكيلي السعودي أكرم العيد وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أدهشت الإعلاميين العرب والأجانب في دبي، حيث ابتكر طريقة رسم اللوحات بحركة الرأس من خلال تركيب جهاز خاص وبتشجيع ودعم من الملحقية الثقافية السعودية في الإمارات، حيث يقوم العيد برسم التشكيلي في أكثر من اتجاه، وأبرز الأعمال التي رسمها كانت لوحة علم المملكة وعلم الإمارات يربطهما قلب واحد في أعلى برج خليفة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة. وينتظر الفنان التشكيلي الحصول على شهادة من موسوعة جينيس العالمية، حيث نفذ 150 لوحة فنية تشكيلية من خلال حركة الرأس. الجدير بالذكر أن العيد كان لاعب كرة سلة في المنتخب السعودي، لكنه أصيب بالشلل الرباعي أثناء قيامه بالتدريبات الرياضية. إذن يعني فعلا وجه له تحية، لا يأس مع الحياة، يعني عرف يكمل طريقه، عرف يتميز، وإن شاء الله طبعا مشاهدينا قريبا ننشر خبر حصوله أو انضمامه إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
مشاهدينا، طبعا بالامس تحدثنا عن زياره صاحب السمو الملك الامير الوليد بن طلال الى مملكه البحرين، وخلال طبعا هذه الزياره مشاهدينا، وقام الامير وهو رئيس مجلس اداره شركه المملكه القابضه بزياره مملكه البحرين، وخلال هذه الزياره مشاهدينا زار المقر الرئيسي لقناه العرب الاخباريه. التفاصيل في التقرير التالي. زار صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة مملكة البحرين الشقيقة يوم الثلاثاء الماضي، وقد رافق سموه وفدا تضمن كل من الأستاذ فهد سكيت الرئيس التنفيذي لقناة العرب الإخبارية وشركة روتانا القابضة، والأستاذ جمال خاشقجي مدير عام قناة العرب الإخبارية، بالإضافة إلى جمع من الإعلاميين وكبار الشخصيات، حيث تخللت زيارة سموه زيارة المقر الرئيسي لقناة العرب الإخبارية التي يملكها سموه في العاصمة المنامة، ومجموعة روتانا التي يرأسها سموه. كما استقبل سمو الأمير الوليد وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سعادة السيدة سميرة بنت إبراهيم بن رجب، ورئيس هيئة شؤون الإعلام السيد علي محمد رميحي. الجدير بالذكر أن قناة العرب قناة إخبارية وستبث على مدار 24 ساعة باللغة العربية للمشاهدين في جميع أنحاء العالم. لبرنامج سيدتي أروى توفيق. إذا مشاهدين، هذه كانت جولة في أهم الأخبار الصادرة من الصحف السعودية، لكن طبعا مستمرين وفقراتنا دائما متنوعة بعد الفاصل.